السلام عليكم. بعد ما تعلمنا كيفية صناعة ال HDF ال PDF وال CDF هي المحاضرات السابقة، جاء الوقت انه نستفيد منهم ونطلع صورة جديدة من الصورة الأصلية مالتنا تكون معالجة ومحسنة بالتوزيع اللوني الخاص بها، لان احنا كل هذول القيم ال HDF ال CDF وال PDF كلهم يخصون التوزيع اللوني بالصورة اللي هو بشوية اشكالات، فاحنا المفروض انه نستفيد منهم ونستثمرهم حتى نعالج هاي الصورة، نعدل التوزيع اللوني اللي تحتوي به، اوكي، حتى انه نطلع بصورة جديدة معالجة والتوزيع اللوني بها يكون افضل من الصورة الداخلة مالتنا، سواء كانت مظلمة زيادة، مشرقة زيادة، التوزيع اللوني بها تدريجات لونية مثلا ما مستخدمة، نحاول انه نعيد هاي التوزيع اللوني الصورة وكأنه نعيد تلوين هاي الصورة، اوكي، بتدريجات لونية متناسقة اكثر، متناسبة اكثر، التباين بها شوي يكون افضل، اوكي، حتى ان تكون الصورة مالتنا بشكل وهيئة افضل. هاي المحاضرة رح نشتغل كل هذا الشغل خارج function، يعني كمين بروجرام مثل ما كنا نشتغله، رح نستدعي الفانكشن الخاصة بال HDF او الهيستوغرام، اوكي، ونطبق عليها باقي الاشياء اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة مثل ال PDF وال CDF، ورح نضيف على البرنامج مالتنا كيفية انه نحصل على صورة جديدة من هاي المعلومات اللي حصلناها. يعني برنامج اليوم يشبه المحاضرة السابقة بالضبط لكن مع اضافات عليه، اوكي. رح نبلش بالبرنامج. اول شيء عندنا ال CLC وال Clear All وال Close All، هاي مستحيل نستغني عنه. رح نفتح فيجر ونقرأ صورة، اوكي، صورة من اللابتوب مالتنا داخل الماتلاب. هاي الصورة اللي قريناها بالإيمج ريد بداخل Temporary Matrix اللي هو الاي، راح نعرضها بالإيمج شو ونعطيها تايتل. كذلك راح انه ايش قلنا حتى يكون البرنامج مالتنا ان جنرال، اوكي، راح انه نحولها من الار جي بي الى الجراي حتى تكون كاحتياط انه اتاكد انه الصوره مالتي هي بالفعل جراي سكيل ايمج، فا اي تساوي ار جي بي تو جراي على الاي نفسه. راح نعرضها بالايش السب بلوت. هالمره انه احنا عدنا اكثر من المره الماضيه، راح نعرض صور اكثر اللي هي الصوره الجديده والتوزيع مالتها، فانه راح ازيد عدد الايش الخانات اللي ارسمها بالسب بلوت، اوكي، راح يكون 3 من الروز و2 من الاعمده او الكولومز، اوكي. بالخانه الاولى رح نرسم الصوره الاصليه اللي هي جراي سكيل ايمج، اوكي، فعرضناها بالايمج شو وسميناها الجراي ايمج، اوكي. هاي انتهينا من هاي الخطوه. بالخطوه اللي بعدها رح نبلش انه نستدعي الفانكشن مالتنا مال الهيستوغرام، ايمج هيستوغرام، اي من احنا شرحنا فانكشنين، اوكي، فكرتين، اي من احنا حابين نستدعيه رح نستدعيه داخل هذا البرنامج مالتنا. فال اتش دي اف تساوي الايمج هيستوغرام على هاي الصوره، كذلك حطيناها بالسببلوت. لكن لا انسى انه ال HDF هي عبارة عن one dimension، اوكي، هي عبارة عن vector بالنهاية، فانا من ارسمها ما اعرضها بالامج شو، لان هي اساسا ما امج حتى تنعرض ك two dimension، اوكي، ولا اريد انا اطلعها ك continuous signal، اريد اطلعها ك discrete signal، فارسمها باعاز stem، فstem للايش لل HDF، واعرض title عليها اللي هو ال HDF image. بالخطوة اللي بعدها هي شرحناها بالمحاضرة السابقة انه ايش، طبعا هاي كل مرة عاد اضيف هاي الفاصلة، احدى المحاضرات شرحت لكم انه يطلع تحت خط برتقالي، انه يفضل انه اعمل هذا الشارحة او الخط بيناتهم حتى يفرق بين الار والسي، انه كل وحدة قيمة مختلفة، اوكي. هوني رح نشرح نفس الشغل اللي اشتغلناه بالمحاضرة السابقة اللي هي اضافة حسابات ال PDF وال CDF، اوكي. فاول شيء انا احتاج انه احسب ايش السايز مال هاي الصورة الداخلة، باعتبار انا لما احسب ال PDF رح اشن قانونه او شنو معادلته، انه اقسم ال HDF على حجم هاي الصورة. طيب حجم الصورة من وين انا اجيبه؟ لازم اخذ اعاز سايز، اوكي، حتى اطلع الروز والكولومز اعدادهم، اوكي، اضربهم في بعض يطلع لي حجم الصورة، اوكي. فالR فاصلة C تساوي size of الI، باعتبار انه يعاز size قلنا يرجع لي قيمتين، القيمة الأولى هي عدد الروز مال هاي الماتريكس، والقيمة الثانية هي عدد الكولوم مال هاي الماتريكس، اوكي. بالصب بلوت الخانة الثالثة رح اعرض ال PDF هالمرة. اشنو هي ال PDF؟ المعادلة ما تقلنا ال PDF تساوي ال HDF نقطة، باعتبار انا عندي فيكتور مع ماتريكس، اوكي، تقسيم نقطي على ال H ال R في ال C اللي هي الروز في الكولومز، اوكي. طلعنا حجم الصورة، ولا انسى انه احطهم بين قوسين، باعتبار انه هاي قيمة واحد اللي انا اريد اقسم ال HDF على حاصل هذول القيمتين، حاصل ضربهم، اوكي، وليس فقط على ال R، لانه اذا ما قسمت يجوز يحسبها على ال R بعدين يضربها في ال C، اوكي، فانتبه على هاي الامور. كذلك ال PDF ارسمه باعاز stem لانه تكون تطلع لي كموجة مقطعة، اوكي، واعطيها تايتل ال PDF image. بالخطوة اللي بعدها قلنا راح نحسب ال CDF، فال CDF اوف واحد ايش يساوي؟ ال PDF اوف واحد، لان يعني قلنا اول قيمة بال PDF نحطها بال CDF،
اوف واحد. بعدين من اثنين فما فوق نبلش نجمع البي دي اف الجديد مع السي دي اف السابق ونحطهم بالسي دي اف الجديد. اوكي، فالسي دي اف اوف واحد تساوي البي دي اف اوف واحد. بعدين نعمل فور لوب من الكي، هو عبارة عن متغير او مؤشر على الاعداد او الاندكس مع البي دي اف والسي دي اف. اوكي، فراح يساوي يبلش من الاثنين الى 256 باعتبار انه احنا الواحد خلصنا منه حطيناها بالسي دي اف. اوكي، البي دي اف اوف واحد حطيناها بالسي دي اف اوف واحد، فنبلش العداد من الاثنين. فالسي دي اف اوف الكي اوكي يساوي البي دي اف اوف نفس الكي زائد السي دي اف السابقة فها اوف كي ناقص واحد. اوكي، هاي انتبه عليه انت باعتبار خلصنا المعادلة اللي داخل الفور. اوكي، عمل صوب بلوت بالخانة الرابعة، هالمرة راح ارسم السي دي اف. قلنا السي دي اف هي اللي نرسمها بالبلوت لان اريدها هي الاكيوميليتنج فانكشن، اريدها كموجة مستمرة. اوكي، بعدها ايش نعمل؟ التايتل السي دي اف للايمج. اوكي، هاي سي دي اف مال الايمج مالتي انا اللي حد هذا الحد كانت المحاضره السابقه. هسه راح ايش نضيف على البرنامج حتى نطلع الصوره الناتجه او نعدل بالصوره مالتنا بحيث انه تطلع الصوره الناتجه بشكل سريع. انا الصوره مالتي موزعه بهذا الشكل، خلينا نرسم. او اذا تذكرون هاي البلوت اللي يرسم عليها الرسامين مال الالوان المائيه وهاي الشيء، هاي اللي تكون هاك مثل الطبق وبيها مكان للإبهام يحط إيده الرسام وبيها مجموعة ألوان. نفس الحالة أنه هاي الفكرة هسه راح أشرح لكم إياها. أنا عندي الـ old image أوكي أو الـ IO اللي هي الـ old image، وأنا عندي الـ image الـ new. أوكي، بالـ image الـ old أنا مثلاً وكأنه عندي رسمة أوكي مستخدمة ألوان شوية غلط مع بعضها أو تدريجات لونية شوية غلط أو مكثرة بالتدريجات اللونية الغامقة وتارك الفاتحين. انا عندي مثلا 256 تدريجه لونيه وانا اتشلب لي بس مثلا ب 20، اظل الون كل الرسمه بهذول بس ال 20 وما استخدمه، فهذا توزيع لوني خاطئ. انه انا عندي امكانيات اكثر من اللي انا عاد استخدمه، طيب ليش ما استخدمه؟ اوكي، مثل اللي عنده امكانيات عاليه مثلا او شاطر بس هو ما يدرس، طيب هو عنده امكانيات شاطر بس ليش ما يدرس؟ مضيعه. بنفس الفكره انه انا عندي تدريجات لونيه 256 تدريجه لونيه، انا ليش ما استفيد منه واستثمره كله؟ ليش ما اعطي كل واحدة حقها كل ما استخدمه بقدر تقريبا نكون متساوي او متكافئ almost يعني تقريبا. اوكي، بدل ما انا اتشلب بمجموعة اتشلب بعشرين او بمئة حتى لو اوكي والباقي اتركهم او الونهم كلش قليل ما استخدمه واعطي مثلا مجموعة انه كلش استخدمه. اوكي، نفس الحال انا عندي هاي الايمج اولد بيها مشكلة، بيها انه الرسام ملونة، الطريقة التوزيع اللوني مالته، طريقة اختياره للالوان مثلا انه هو تشلب بمجموعة من الالوان، فانا احاول بالايمج نيو انه اجيب اعدل له على هاي الالوان، اقول له بدل ما تستخدم اللون صفر انت حتستخدمه كثير مثلا، او حتستخدم اللون صفر واللون واحد هم لونين كثير متقاربين من بعض يعني ما تسوى، انه خليهم نفسهم هم اللون صفر مثلا، اعيد التوزيع اللوني. اوكي، نفس هذا اللي قلت لكم مال الرسام، مثلا هو حاطط احمر ودرجة الخ احمر بس كثير متقاربين من بعض يعني ما من عيلون بهم ما عيبين الفرق على اللوحة، طيب انه عمل احمر ووردي مثلا شوية اكو فرق بيناتهم حتى يبرزون يبينون كل واحد تعطينه حقه. اوكي، نفس الحال انا مثلا عندي واستخدم اللون 10، طيب مثلا استخدم اللون 6 مثلا بهاي المنطقة واللون 11 مثلا لونه باللون 11، فهكذا اكون فرقته بين الالوان انه عملته شوية اعدت التوزيع اللوني. اوكي، بنفس الحالة احنا هسه راح نسعى لانه انا عندي الايمج اولد اوكي او الاولد ايمج بيها توزيع لوني، هي اوكي صورة بس انه الالوان مالتها انه ما انه ما متناسقة وانما مثلا وكأنه متشلبين بمجموعة من الالوان او الرينج منه. اوكي، وتاركين انا عندي كوما خيارات اخرى ما مستخدمتها او ما طعيتها حقها. اوكي، فانا راح اجي بالايمج نيو راح اعيد التوزيع اللوني مالتي مال الصوره مالتي. اوكي، بحيث اش كان اكو خلل اش كان اكو مشكله انه بالتوزيع اللوني انا مستخدمته وملونه بيه الصوره الاولد انه اعالجه بالصوره الجديده الناتجه. اوكي، مثل ما قلنا انه مثلا عندي تدريجتين لونيتين ما كلش انه بيناتهم فرق كثير متقاربين من بعض، فانا لما اجي اطلع الصوره بعد ما انا كملتوها وخلصتوها ما احس اكو فرق يعني بهاي المنطقه انه مع انهم لونه بلونين. اوكي، فمثلا ما تسوى انه اجمع هذول البكسلات كلهم بتدريجة لونية واحدة، لكن اكو مثلا تدريجات لونيات انه مثلا افرقهم ابعدهم شوية انه حتى يبين ويبرز اللون اللي عندي، مثل ما قلنا انه مثلا احمر ودرجة لون احمر ولون لاخ فاتح فاثنينهم احمر ما يبين كثير ما يبرزون الصورة ما يبرزون بالتفاصيل مالته، فانا اجي استخدم واحد اخليه نفس ما هو ولاخ اعمل وردي مثلا
هاك راح تبرز عندي الالوان، راح يبين الفرق بيناتهم. التوزيع اللوني من يعاد للصوره، انه ما دام كان بيها خلل راح انه تتحسن، احصل على صوره انه تتعالج بيها المشكله الفلانيه اللي كانت بيها. فراح نبني اوكي متغير جديد اسمه لوك اب تيبل. اوكي هو نفس الفكره اللي مثل ما قلت لكم قبل شويه، انا عندي الصوره الاولد اوكي بيها هاي الالوان، بيها اللون الاول الثاني الثالث الى اخره، انا راح ابني منه صوره او تيبل للصوره الجديده. اوكي توزيع لوني جديد فسميناها لوك اب تيبل. هاي المعادله مالتها تساوي round of CDF في 255. CDF اللي هي accumulating function اللي قلنا احنا هاي المعادلة اللي تفيدنا في معالجة الصورة والخلل اللي بيها، هي CDF رح نضربها في 255. ليش رح نضربها في 255؟ باعتبار انه الناتج مالتها هي يمتد، المعادلة مالتنا هي بين الصفر والواحد. اوكي CDF اذا تذكروها من المحاضرة السابقة طلعت لنا هي تمتد بين الصفر والواحد. فانا التوزيع اللوني الجديد انا عندي 256 لون، فمبدئيا اضربها في 255 حتى ارجع للسكيل، اوزعها مثل وكأنه عين عمل لمابينج، انه بعدها كانت ما بين الصفر والواحد تصير بين الصفر و 255. اوكي هم مبدئيا نعمل الراوند. اذا تذكروا من النظري هم هاي الشغل نشتغله احنا لما نحسب الحسابات مع الامج هيستوغرام CDF والبي دي اف الى اخره، راح تشوفون انه بهاي الخطوه لما نصل بنعمل المعالجه على الصوره هم نظريا انه نقعد نحسب الراوند مالتها، نقربها على ما كان سابقا من الصوره الايمج الاولد اوكي، وبعدين انه ايش نحطها بالنيو. اوكي فهي نفس الفكره مالتها، بس مجرد عملناها صغناها كبرمجه. فاللوك اب تيبل اللي هو التيبل الجديد للتوزيع اللوني الجديد مالتنا يساوي راوند اوف السي دي اف في 255. يعني السي دي اف بعد ما رجعناها للسكيل اللي هو 255 اوكي او 256 درجه لونيه بين 0 و 255، اخذنا له الراوند مالته التقريب حطينا له باللوك اب تيبل. هسه راح نبلش انه ايش نحط ما موجود او نبادل ما موجود او نعادل ما موجود باللوك اب تيبل مع الصوره الجديده. يعني انا مثل ما قلت لكم انا مثلا كان عند شخص التدريج رقم 16 ويستخدم اللخ مثلا 17 اوكي او 18، هذا الاحمر وهذا الاحمر. طيب انا قلت له لا استخدم ال 16 خلينه، بس هذا مثلا بدل ما 18 استخدم التدريجة 22 او 25 مثلا حتى يطلع هذا احمر وهذا وردي، يصير فرق بيناتهم. فنفس الحالة انا عندي هذا التيبل القديم وهذا التيبل الجديد، احاول انه ايش ابدل بين القيم مالتهم. اوكي او اقول له انت بدل ما تستخدم 16 هم استخدم 16، اوكي اوافقك الرأي على هاي التدريجة، لكن بدل 18 استخدم ال 25. فانه ابلش انه اعطينه القيم الجديدة، اعطينه التدريجات والتوزيعات اللونية الجديدة. اوكي فرح نعمل ايش كذلك، راح ناخذ حجم الصورة الداخلة اوكي بعاد سايز حتى نعمل فور لوب عليها، نلف على كل الصورة ونعالج البكسلات والصبغة مالتها، نغير التدريجة اللونية المصبوب بها هذا البكسل. فالاكس واي هما بدل الرو والكولم اوكي، باعتبار انه انا اخذت الاحرف الار والسي بالبداية اوكي، فراح ابدل الاحرف من الاكس والواي للرو والكولوم مثل ما قلنا، يساوي سايز اوف الايمج الداخلي. باعتبار انا اكيد الايمج الاوتبوت النهائية اللي نيو ايمج راح تكون نفس حجم الصورة الداخلة ما تمام، او الصورة الاصلية مالتي، فراح اسميها نيو ايمج. راح تساوي بداية زيروز اوف الاكس والواي حتى انه تكون صورة اوكي كلها اصفارة، وانا ابلش اجيب الصورة الاصلية مالتي اشوف التدريجة اللونية مالتها تتلائم مع التدريجة اللونية باللوك اب تيبل بالتدريجة اللونية الجديدة اللي اخترته لها هي، اذا تلائم هي راح يعني نفسها راح تحطها بالصورة الناتجة، اذا ما نفسها راح تعدل عليها وترجع تحطها بالصورة الناتجة، وهكذا راح نمليها الصورة الناتجة سطر سطر وبكسل بكسل حتى نحصل عليها بشكل نهائي. فلذلك راح نعمل فور لوب عليها على كل الروز والكولومز اوكي، ونلف على الصورة كاملة خطوة خطوة نعبي هاي الصورة لنيو مالتنا. لذلك بالبداية اخذناها زيروس اوكي، زيروس اوف الاكس والواي، فراح يكون على يعني زيروس ايش يعمل؟ يعمل المصفوفة كلها اصفارة حسب حجم هاي الادخالات اللي احنا ندخل عليها. فالادخال الاول هو للرو والادخال الثاني للكولوم. ففور الاي حتى بس مجرد كعداد مثل ما قلنا، الاي يساوي واحد الى الاكس، والفور البي من الواحد الى الواي للرو والكولوم. اوكي فنيو ايمج اوف الاي والبي هاي الاحداثيات الجديدة اوكي، الاحداثيات الجديدة اللي هي A و B اوكي من ايش؟ من ال X وال Y من ال Rows وال Columns اوكي. فراح تلف على الصورة موقع موقع وايش تطلع لنا الصورة الناتجة. فهاي ال A وال B هي تكافئ مثل ما كنا نقول ال I وال J اوكي.
للمواقع. اوكي فنيو ايمج للاي والبي يساوي لوك اب تيبل اوف الاي اوف الاي والبي بلس 1 بلس 1 ليش؟ يعني احنا دائما قلنا نبلش من الواحد. اوكي فراح يصير عندنا بلس 1. اوكي فاللوك اب تيبل هاي اللوك اب تيبل مال هذا الايش الاي عفوا الاي اوف اي وبي. اوكي هذا الموقع مال الصوره الاصليه الاي هي الصوره الاصليه مالتنا. اوكي بلس 1 راح تنحط الناتج مالتها بالايش بالنيو ايمج مال نفس الموقع الاي والبي. اوكي مال نفس الموقع اي وبي فراح خطوه خطوه الفور لوب لما يخلص تكون كان خلص الصوره كامله وحط بيها الناتج النهائي. طبعا لا ننسى نعمل اند لهاي الفور واند لهاي الفور وايش نعمل بالصف بلس بالموقع الخامس انه ايمج شو هالمره للصوره الجديده وراح نعطيها تايتل النيو ايمج. راح تشوف بالنهاية انه نفس الصورة تماما لكن التوزيع اللوني الدرجات اللونية المستخدمة بها متغير. قلنا اخر شيء اضافة ممكن نضيفها حتى توصل يعني توضح عندنا وتوصل كل الافكار بشكل كامل انه نشوف ايش انه نشوف الايش الهيستوغرام الجديد مع الصورة الجديدة حتى نلاحظ نقارن بين الاولد هيستوغرام والنيو هيستوغرام ونلاحظ بالفعل الشغل اللي اشتغلناه عليه شلون ظهر ما بس على الصورة وانما على الهيستوغرام. اعتبر انه الهيستوغرام هو التوزيع اللوني للصورة. اوكي فنلاحظ انه الصورة الجديدة كذلك التوزيع اللوني مالتها ال HDF الجديد راح يكون انه كذلك مختلف اكيد. فالنيو HDF راح نستدعي على نفس الفانكشن مالتنا الايمج هيستوغرام بس هالمره ما ندخل للصوره القديمه انما ندخل للصوره الجديده باعتبار هي اللي نريد نطلع لها الهيستوغرام مالتها. على السب بلوت للخانه السادسه راح نعمل ستيم اكيد بما انه هيستوغرام للنيو هيستوغرام اللي طلعنا نيو HDF. اوكي وراح نعطيه تايتل نيو HDF. فهذا التنفيذ اللي راح يطلع لنا جراء تنفيذ هذا الكود اللي كتبناه. اول شيء الصوره الاصليه هذا ال HDF مالتها لاحظ انه التوزيع اللوني عنده كثير مناطق باللون الاسود. اوكي اغلب بكسلات الصوره تقريبا او عدد يعني ما قليل انه ملون باللون الاسود بينما باقي الالوان تقريبا موزعه بشكل انه تقريبا لا باس به لكن عندنا هون هم مناطق البيضاء شويه قليله ومناطق السوداء شويه اكثر. اوكي هذا البي دي اف نلاحظ انه نفس الرسم نصا لكن السكيل هو اللي اختلف. هاي السي دي اف هي الاكيوميليتنج فانكشن المناسبه لحل مشكله هاي الصوره. نلاحظ بعد ما عالج الصوره طلعت لنا بهذا الشكل. اوكي نلاحظ انه طلعت بشكل احلى القمر الى اخره التوزيع اللوني مالته بالفعل برز القمر الهاله من النور اللي حوله الى اخره. اوكي حتى النجوم بينت هوني طبعا بهاي المناطق ما كان مبين تقريبا اكو نجوم اذا تعلون الاضاءه مال الشاشه تلاحظون انه هاي الصوره تقريبا بهاي المناطق ما كثير بيها مبين نجوم اما هوني لا بينت النجوم وين كانت مختفيه كان اكو بس خلل بالتوزيع اللوني بهاد النجوم بهاي المناطق كانت ملونه بالوان كلش يعني هم ما كلش منورة. اوكي ما كلش انه الالوان فاتحة بحيث انه اندثرت مع هاي السوادي اللي حوله فما بينت لكن من عدنا التوزيع اللوني للصورة لاحظنا انه لا هوني النجوم اللي بكل المناطق مبينة. اوكي هاي المناطق كلها بحيث طلعت لنا الصورة بشكل كلش احلى. اوكي فالهيستوغرام الجديد لهاي الصورة لاحظ انه هو هذا طبعا اذا تلاحظون هو نفسه تقريبا هذا لكن اشنو موسع. اوكي الديناميك رينج اللي بين التدريجات اللونية موسع. اوكي هاي الأشياء حكيناها بالنظري مثل ما قلنا وحكينا إنه إيش هاي الصورة ممكن إذا لا أمل الهيستوغرام. أوكي ممكن أو الحل اللي طرحه الهيستوغرام ممكن ما تلاقم غير الصورة وتفصلنا هذا الشيء بالنظري. أوكي لكن إنه أنا ممكن أنا أشوف هاي الصور أقدر أفهم كم أشياء عن الصورة بدون ما أشوف الصورة نفسها يعني مجرد إذا طلع لي هذا الأوتبوت. أوكي أو حصلته فقط على هاي الصورة رح أفهم إشنو هاي إيش كانت ماهية هاي الصورة بالتوزيع اللوني يعني من هاي الناحية أو من وجهة نظر التوزيع اللوني وإشنو المشكلة بالفعل إنه هاي الأكيميليتنج فانكشن اللي تعالجه وهذا الناتج من بعد المعالجة. هاي صورة أخرى لاحظ إنه هم صورة ثلجية فبيها ألوان من البياض كثير بالتوزيع اللوني. أوكي هذا الصورة الأصلية الجراي ايمج. اوكي هذا ال HDF مالتها نلاحظ انه بالفعل اكو كوما بيكسلات هو اللي هي الغالبة والأكثر اللي ملونة بألوان بيضاء. اوكي بالألوان اللي هي تدريجات لونية متقاربة لكن اشنو ساطعة. اوكي بينما مثلا الألوان اللي بالغامق شوية او يعني اقرب الى السواد انه ما مستخدمه بشكل كافي. هذا البي دي اف مثل ما قلنا انه هو نفسه لكن السكيل مالته يختلف. اوكي هاي السي دي اف هي هاي المعادله الانسب والامثل لمعالجه هاي الصوره والتوزيع اللوني الخاطئ اللي بيها. لاحظ هاي الصوره الجديده غمقت التفاصيل بشكل اكبر بينت التفاصيل اللي ورا اللي ما كلش كانت كثير مبينه هوني. اوكي حتى الاسلاك الكهرب الى اخره بينت بشكل افضل.
سكة هاي الأمور، حتى الثلج صار بي مناطق بها ظلال إلى آخره. فلاحظ أنه هاي الصورة جديدة بعد تطبيق إيش هاي المعادلة على هاي الصورة، طلعت لنا هاي الصورة. أوكي، يعني هاي الصورة جبنا ضربناها أو عالجناها بهاي المعادلة accumulating function، حصلنا على هاي الصورة. والنيو هيستوغرام مالتها اللي هو هذا، تلاحظون أنه يعني كثير يشبه هذا، لكن أشنو وكأنه تحسوه بالفعل توسع أو انمط. أوكي، فبالفعل هو اللي حصل انه دايناميك رينج مالته وسعناه. هاي الصورة الأخيرة، شوفوا هاي عندنا هاي الصورة وهذا ال HDF مالتها. ال PDF لاحظون انه متكتل هوني بالسواد او الأجزاء اللي سوداء بالصورة، اوكي، وبالألوان الغامقة. اوكي، بعد ما طلعنا ال CDF مالتها اللي هي هاي ال function اللي راح تعالجه، شوفوا هي أعلى شيء للواحد توصل، ما تعبر الواحد. اوكي، طبعا الخط مالتي أعوج، هي بالضبط ما تعبر الواحد. اوكي، اعلى قيمه لها او اعلى امبليتيود اللي هو بالسي دي اف للواحد. بعد ما طبقنا هاي الفانكشن على هاي الصوره مالتنا، حصلنا على هاي الصوره. تلاحظون بالفعل يعني تطلع احلى. اوكي، يعني غالب الصور اللي احنا اللي ينسب معها هاي النوع من المعالجه راح بالفعل تحصلون على صوره احلى، صوره انه تعالج بها المشاكل المعينه اللي كانت فيها. فهاي الصوره كانت مظلمه ما بيها روح، نلاحظ انه رقاقة الثلج هوني بينت بشكل احلى وافضل. اوكي، وهذا التوزيع اللوني الجديد. اوكي، فالنيو اتش دي اف او النيو هيستوغرام. اوكي، فتلاحظون نصا تقريبا. اوكي، يعني يشبه كثير، لكن انه الدايناميك رينج بينه موسع. فهو هذا التوزيع اللوني الجديد لهاي الصوره. فهاي الصوره الاصليه والتوزيع اللوني مالتها بعد ما عالجناها صارت هاي الصوره، وهذا اكيد التوزيع اللوني بها كذلك راح يختلف. فهذا هو التوزيع اللوني الجديد لهاي الصوره.